حذرت صحيفة الستريت جورنال إسرائيل من خطورة الدخول في حرب برية مع لبنان. وأوضحت الصحيفة الأمريكية في تقرير تحليلي أن إسرائيل شنت هجمات مدمرة على حزب الله في الأيام الأخيرة بغارات جوية وانفجارات يتم التحكم فيها عن بعد، مما وضع حزب الله في موقف دفاعي. وأضافت أن حزب الله الذي يضرب بانتظام أهدافا في إسرائيل منذ ما يقرب من عام احتفظ بترسانة ضخمة من الصواريخ والطائرات بدون طيار والصواريخ المضادة للدبابات التي يمكنه نشرها لمواجهة الهجوم الإسرائيلي.